اشتريت الثلاثة ليب جلوسز دول من اسنس، تعالوا نجربهم مع بعض. اشتريتهم من اخر عنقود، الواحد ب175، وفي حاجة غريبة جدا ان كلهم نفس الدرجة، مش عارفة هو في مضروب من اسنس. وفي حاجة تانية اغرب، ان هما زي ما يكون مترصبين من تحت كده، بس ماشي تعالوا نجربهم. قولولي الكحل كده حلو ولا لا، انا مستغربة نفسي جدا. هحط الاول ليب لاينر بس علشان يكون جايد ليا. حطيت الليب لاينر ودمجته شوية، هستخدم اول واحد كده، هو فيه بس ايه مترصب كده، فيعني هحاول ان انا اعمله بلندنج قبل ما احطه. حاجة غريبة جدا. ده شكل الابليكيتر، ايه رأيكم؟ حلو. بصوا دي السواتش بتاعته، هو فيه شيمرز كده صغير. هجرب الدرجة التانية وبرضو هخلطه كده علشان مترصب بالميتاليك غالبا، او البارتيكلز بتاعته مترصبة تحت، فاقعد اعمل كده لحد ما يتوزع شوية. اهو حلو برضو قوي، اللون تحفة ولمعته خفيفة. ودي السواتش بتاعته. بجد انا مستغربة جدا جدا موضوع ان كلهم درجة واحدة، وده شككني ان هم مضروبين. يعني معقول انا اشتريت حاجة مضروبة على اخر الزمن؟ دي اخر درجة، اللي هي دي برضو رجتها. درجة كريستال برضو، ودي السواتش بتاعتها. قولولي رأيكم، حسيت ان هم حلوين؟ عجبكم الدرجات، وايه اكتر درجة عجبتكم؟